ما نهضروش عليها آه. ما نهضروش عليها والبقرين الطاجين يبخبخ تبارك الله الخضره ديالو والجلبانه ديال البلاد ديال السوان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد بالقناة. اليوم أخوتي جينا الفزوان، فزوان يوم الأحد كما راكم عارفين الدعوة كتكون عامرة تبارك الله، وبالخصوص هذا الحد اللي لاحظتوا أن الدعوة عامرة عامرة بزاف. رحنا مور العصر تقريبا ديك الخمسة، شوفوا معايا الباركينج مورايا كي داير تبارك الله، واحد العدد كبير ديال السيارات. غادي نزيدو ندخلوا في وسط فزوان نصوروا لكم الاجواء، تشوفوا معنا البوبوش الطواجن الحوايج اللي كيتباعوا تما، وتشوفوا معنا بزاف ديال الاشياء اللي كاينه في فزوان. طبعا الا كنتوا اول مره تشاهدوا فيديو من فيديوهات القناه ادعوكم للاشتراك بالقناه، بارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، ويلا نجولوا في حامه فزوان. شوفوا معايا اخوتي اخواتاتي عدد السيارات اللي كاينين هنا في هذا الباركينج تبارك الله، كيعطينا يعني واحد الفكره على العدد ديال الناس اللي راهم هنا في فزوان هذا النهار. ما شاء الله الدعوه عامره تبارك الله. اول حاجه لاحظتها من وصلت لفزوان هو هذا العدد الكبير ديال السيارات اللي كاينين هنا. هذا الشيء عاد مازال ما دخلناش في وسط فزوان، يعني كما قلنا رحنا عاد غير في البديه بلاصه ديال الباركينج، وهذا اللي كيكون في الدخله. يعني اللي بغى يتفادى الزحام من الافضل يحط اللوطو ديالو هنا ويمشي يتمشى على رجليه كاع احسن. كاينين باركينج اللي لداخل ولكن هذا احسن. شوفوا معايا واحد الكار فيرا. شوفوا تبارك الله العدد ديال السيارات اللي راهم داخلين الفزوان، واحد العدد كبير تبارك الله. تبارك الله ها ما نهضروش عليها والبقرين 44 تبارك الله بان ما عليش. مرحبا وهي وضروري عرف بالمحل بعد. مرحبا المحل ديال الطرب الصابا خويا، راه جات الشوكه وريني الشوكه فواصل القهوه ديالك. اول محل اخوتي وفصل القهوه اللي معروفه راه باينه. هيا نروح نوريك الطاجين، يلا نمشيو نشوفو. الطاجين يبخبخ تبارك الله، الخضره ديالو والجلبانه ديال البلاد ديال السوان والعشوب ديالو كلشي كاين. يشهي شو المنظر. ما نهضروش عليه. هاي الحريره عاود. هاي خوتي احسن حريره في المنطقه الشرقيه، يجيو يشربوها وما يحكموا. ما نهضروش عليه. المحل ها هو خويا. المحل الطالبي. الله يعطيك الخير. اني اخويا الله يودي. كل شيء كاين ياك. كل شيء كاين. هو المحل بلاصة عائلية. هاي البلاصة خوتي راه في الدخلة انفصل القهوة اللي كاينة هنا. هاي المقهى انفصلها مباشرة. هاي العين في راه تبان لكم. Thank you.
فزت تبارك الله. ديال الاجواء يوم الاحد في زوان اخوتي، شوفوا الدعوه تبارك الله عامره بزاف، عدد كبير ديال الناس ديال الزوار اللي جاوا للمنطقه ديال فزوان. معنا ذاك المحل اللي فيه يبيعوا الحريره، يبيعوا الطواجن، تسمى الاتاي، المهم السفنج، كاع الحوايج اللي بغيتو. جيت لهاد البلاصه اللي فيها هاد السير، فيها هاد لافوار اللي راه مورايا. غادي ندور الكاميرا باش تشوفوا معايا، هادي هي الاجواء. هادي العين ديال فزوان، حامة ديال فزوان اللي معروفة بالمياه ديالها هي هادي.
هذه الاجواء اللي شفتوا معنا في زوان، صورنا لكم مهم مقتطفات لان ما صورتش كل شيء. كل مره ان شاء الله نصور لكم شويه من الاجواء اللي كاينه في زوان. كما شفتوا معنا كاين مجموعه ديال المحلات اللي كيديروا الطواجن، البوبوش، اتاي، الحرشة، المهم كل شيء كاين. كاين ايضا الخضاره اللي كيبيعوا الخضره، يعني داك الشيء طري تبارك الله، داك الشيء زيد كاين. المهم كاين ديك السيرك لافوار فين كيلعبوا البزاوز، فين يلعبوا الناس الكبار. المهم كاين ما يتشاف في زوان. كل مره ان شاء الله غادي نبقاو نحاولوا نديروا واحد الجوله في زوان، نجيو في الحد اللي الدعوه كتكون فيها عامره بزاف ونشاركوا معكم الاجواء. اذا هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو، نلتقي في فيديو مقبل ان شاء الله. الناس اللي اول مره تشاهدنا ما تنساوش انكم تشتركوا بالقناه، بارطاجوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. الى اللقاء.